تصريح عائلة عبد الحليم حافظ بيثير الجدل ورد رسمي بشأن عدم تحلل جثة العندليب. رد كبير الأطباء الشرعيين بمصر ورئيس مشرحة زنهم الأسبق أيمن فودة على ما تم تداوله حول عدم تحلل جثة الفنان المصري الراحل عبد الحليم حافظ بعد دفنه. وأكد أيمن بتصريحات لأحد الصحف المصرية أنه جثة الشخص يمكن تبقى دون تحلل بعد الوفاة لسنوات كثيرة بتوصل إلى 40 سنة، موضح أنه أكثر شيء بيؤدي إلى عدم تحلل الجثة إما أن تكون مدفونة بمنطقة جبلية أي وسط الجبال أو بصحراء جافة ما فيها رطوبة أبدا. وأضاف إلى أنه سبب ارتفاع درجة الحرارة بيساعد بتجفف المياه داخل الجثة وبالتالي بيقل نشاط بكتيريا التعفن اللي بتؤدي لتآكل الجثة. وأضاف إلى أنه ظروف الدفن السابق ذكرى واللي بتساعد على بقاء الجثة دون تحلل لسنوات كتيرة يمكن وصفها بأن ظاهرة التحول المومييائي، أي تتحول من جثة إلى موميا، أي أن الجثة بتحتفظ بنفس مكوناتها والشكل العادي لكن اللحم بيكون ناشف جدا خالي من المي.